وقت اللي السيسي ونظامه مشغول ببطولة كرة اليد والافتتاح والتميمة اللي اتكسرت بعد أقل من 6 ساعات والقطر والطيارة والعاصمة والمشاريع وأطول بتاع وأقل ومش عارف أعرض مش عارف إيه وأضخم مش عارف إيه، كان الأطباء بيموتوا زي ما قلت لحضراتكم، 313 شهيد من أطباء وأعضاء نقابة الأطباء، لكن الشعب المصري ما كانش ناسي ما يقوم به الأطباء من دور هام ومتميز. يعني زي ما قلت كده، تحس إن الأطباء في بلدنا بيغزلوا برجل حمار. في 6 شهور حاول يخرج 7000 طبيب بسبب الفساد والإهمال في الدولة المصرية، وفي 6 شهور أو في 8 شهور توفي 313 طبيب، وطبعا التشويه المتعمد من الإعلام المصري للأطباء. خلينا نروح كده للدقهلية واللي أهلها وقفوا وقفة تعبر عن الشعب المصري. قبل ما أروح للدقهلية عايز بس أقول لك، من مستشفى نبروه في الدقهلية جاي لي رسالة دلوقتي، حد بيقول لي من 4 أيام تم فصل الأكسجين عن مستشفى العزل في مدينة نبروه بالدقهلية ووفاة 8 حالات. دي رسالة جات لي حالا، والعهدة طبعا على الراوي. يا ريت لو حد من أهلنا في الدقهلية أو في نبروه يأكد لنا الخبر. أهلنا بقى في المنصورة، ومن باب رد الجميل والاعتراف بفضل أهل الفضل من الأطباء، لافتات بدأت تنتشر في شوارع المنصورة مكتوب عليها شكرا للأطباء. يعني من أحد هذه اللافتات: من أبناء مدينة المنصورة حبينا نقول لكل الأطقم الطبية في مستشفيات العزل وكل مستشفيات مصر شكرا، قلوبنا ودعائنا معاكم دائما. يافطة تانية مكتوب عليها: ومن المنصورة بنقول لكم شكرا أطباء وتمريض في مستشفيات العزل. طبعا اللافتات واليافطة دي لاقت رواج واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل على صفحات وزارة الصحة والأطباء وبعض المصريين. أيضا أمين الأطباء وجه رسالة للمواطنين اللي افتكروا الأطباء وقال: شكرا للي افتكرنا في الوقت اللي الدولة نسيتنا والوقت اللي الدولة بتشوهنا وإعلام الدولة بيتطاول علينا وبتصرف فلوسنا وفلوس المواطنين في مشاريع تانية وسايبانا بنموت بلا غطاء. كأس العالم لليد بدأت، وزي ما حضراتكم سمعتم في الساعات الأخيرة المنتخب الدنماركي ظهرت فيه حالة كورونا، وأيضا الأجهزة الأمنية بتكشف أو تكثف جهودها لكشف غموض ملابسات تحطيم تميمة كأس العالم وتحديد هوية محطمي التميمة. الموضوع يعني مش يعني حصل حادث عرضي، حد مختل كسرها عملها، مش ده القصة. احنا عايزين في الآخر ان احنا مستضيفين بطولة العالم لكأس العالم لكرة اليد، ومتكلفة مليارات، الناس بيتكلموا على مليارات ايضا هدرت، وفي منتخبات كبيرة انسحبت عشان موضوع فيروس كورونا، لكن احنا اصرينا ان احنا يعني نعمل هذه البطولة عشان نوصل مليون رسالة. طبعا المليون رسالة عايزين يوصلوا لما العالم يعرف ان في مصر في 313 طبيب استشهدوا بفيروس كورونا، ودار الافتاء بتدعو المواطنين بان زكواتهم تكون للقاح كورونا. اعتقد ده يوضح ان في عجز في او ضعف في قوة الدولة اللي هي مش عارف تشتري لقاح كورونا، والعالم كله بيتعاقد على 30 و40 و50 و60 مليون يعني لقاح من دولت، ولكن احنا في الاخر مقضيينها تبرعوا يا فاعل الخير. ظهور حالة كورونا في منتخب الدنمارك مونديالي اليد، الكلام ده النهاردة بعد كشف إصابة لاعب اسمه إيميل ياكوبيس، لاعب منتخب بعدوى فيروس كورونا المستجد، وبيقول ان هو مش قادر يشارك في مباراته القادمه مع منتخب البحرين. طيب، عشان نقفل ملف منتخب اليد او بطوله اليد، عايز بس اقف معاك كده على او ارجع بيك تاني لكلام الدكتوره منى مينا. طبعا منى مينا هي الوكيل السابق لنقابة الأطباء. طبعا منى مينا طبيبة مسيحية، يعني ما حدش يقدر يقول عليها
إخوان ولا ضد الدولة المصرية ولا متعاملة مع الخارج ولا ممولة من قطر ولا ممولة من تركيا والكلام الأهبل اللي بيتقال على أي حد بيكشف ويفضح الفساد. منى مينا أيضا قبل يومين قالت وتعجبت على صفحتها على فيسبوك من نقص العدد المعلن عنه في إصابات فيروس كورونا رغم زيادة أعداد الوفيات. قالت كلمة مهمة جدا، قالت طبعا الكلام ده عشان خاطر بطولة كاس العالم لليد والبلد تقول للعالم ما عندناش إصابات والدنيا زي الفل، لكن في الوقت اللي المصريين بيموتوا بنقص الأكسجين وعدم وجود أماكن في المستشفيات، الدولة المصرية بتستضيف 32 منتخب من دول العالم للمشاركة في بطولة اليد. طبعا 32 منتخب ب 32 بعثة، زي ما قلت لحضراتكم وزارة الصحة أعلنت النهاردة الصبح إنها بتقوم بعمل مساحات كل 24 ساعة، يعني كل يوم كل ال 32 بعثة، قول على الأقل البعثة الواحدة فيها مثلا من 20 ل 30 فرد بيتعمل لهم مساحات مجانية على حساب الدولة المصرية للتأكد من عدم إصابة بعضهم بفيروس كورونا، في الوقت اللي الأطباء بيستغيثوا والطواقم الطبية والتمريض بيطلب عمل مساحات أو على الأقل توفير هذه المساحات. ومش هقول لك بقى يا سيدي اعمل لهم مساحات كل 24 ساعة زي بتوع بطولة اليد، على الأقل يعمل الأطباء اللي بيتعاملوا مع المصابين واللي موجودين في مستشفيات العزل مساحات كل عام أسبوع أو كل 24 يوم. بتعمل أنت لبتوع كرة اليد كل 24 ساعة، اعمل الأطباء كل 24 يوم عشان نتأكد ونطمن على صحتهم وعلى صحة المصريين اللي بيتعاملوا معهم.